الاستطاعة الأجواء الاستطاعية ضايعة في الفريق بالذات في روسيا بقى نحن نعيش ينظر الفريق في منتصف أغسطس شاعت هذا التقرير الذي تحدث خروط العالمية الموسيقية مستوحاة من مكتبات الأغمال هنا جانب آخر من جوانب المعاليات في محافظة الفار في فريق وسط التحديد بصدر مكتب الاستقلال أكثر من هذه المعاليات كان مستوحاة مع ضيفي راشد كابتن بارك الحمداني عضو اللجنة العليا لمنطقة التدريب والمدربين العرب الثالث وسوف نتحدث عن هذا المنطقة وسوف الحديث عن حيثياته. مساك الله خير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أنا دائما استضافت قبيلاتي مع بيوتي كذا تعودا أن نسأل عن المكان وتخاصة أول زيارة لك لعادة الرابع. وكيف شفت المكان؟ حقيقة المكان كان جميل حقيقة جدا. هو كان الموضوع الماضي خلال هو ما دخل فيه التضاريس الجديدة والأشياء الموجودة الجميلة حيثيات حيثيات بسيطة اللي موجودة في تبقى المكان المعالي الموقع حقيقة توحي فعلا من هذا الماضي هو مكان جدا جميل. أنت في الوقت اليوم كنت جاي من واجهة الشاطئ مكان جديد كفجأة تخطي العالم الآخر بين الحداثة وبين الماضي هناك اختلاف كثير جدا في قطاع تحصل كل شيء مختلف حداثة عن بين الماضي وأعتقد جمالية المكان في ظل وجود الحضور الكبير اللي يعني موجود في القاهرة وفي حضور جدا جميل راح نشوف الصور وبعد الفعاليات وانطلقت الفعاليات تبدأ الساعة 5 مساء وضعت الصور اللي تجمد المكان هذا المكان على البحر يعني جميل نتحدث عن منطقة التدريب والمدربين العرب أيام طبعا هذا منطقة الثانية أولا نتحدث عن المنطقة بشكل عام عندما راح ندخل في حيثياته أردنا أكثر من هذه المنطقة أردت أن أعرف أكثر من المشاهد الكريم طبعا منطقة المدربين والتدريب العربي هو كانت مبادرة من أحد الملوك في الكويت هذه المبادرة وبدأنا في الترويج للمنطقة المنطقة تحتاج تنمية بشرية مستقرة طبعا استهدف فيها مدربين وأيضا معنيين بقطاع التدريب المؤسسات الحكومية هذا هو المستقبل نعم القطاع الحكومي الخاص وأيضا القطاع الخارجي كل القطاعات المالية وكل الناس المعنيين بقطاع التدريب سواء كانوا في الكرفية لكل هواة التدريب ولكل مهتمين في القطاع التدريب في اي مكان ولذلك احنا كانت اوراق العمل هي اوراق مختلفه نعني بالقطاع بالحرفي راح يحصل الفائده من البرنامج من المنتفع ونعني بالقطاع الدولي وبالقطاع المالي وغيرها من القطاعات لما عندنا حتى القطاع الاعلامي هي كلها يعني عناصر ومهارات يتحدث عنها المتحدث لكي تصل للمشاهد وايضا يستفيد من المشاهد يعني بشكل عام هي اعداد يعني نحن حسب اغلب الاوقات العمل كانت تتحدث عن التدريب واعداد المدرب وتعزيز القدرات التدريبيه تمكين المواهب التدريبيه تمكين الاداره التدريبيه وخلينا نقول التدريبي وغيرها من الشق الذي يهتم فيه المدرب ويود يستفيد فيه من خلال عمله في القطاع التدريبي. يعني مثلا واحد الان شاهدنا عنده يعني هوايه التدريب وايضا لديه خبره في مجال معين.
من النقطة اللي سجل فيها دكتور هو حقيقة يعني كان التسجيل مفتوح وبيضحك حافي يعني يدخل على التدريب ويعرف في أي مكان في أي مكان في أي مكان طبعا حتى أنا في المستشفى بتعرف مع مين بتبع التدريب في كل المجالات التدريب هو نقل خبرة شخص مجتهد ينقل خبراته لمشاركين من أجل أن يسكن مهارات في مجال معين المرتكزات الرئيسية في التدريب كانت هي السمة البارزة في هذا المنطقة كيف نوصل هذه المرتكزات الرئيسية لإخوان المشاركين كانت هي أهم الشاغل للمتحركين في المسألة سبع للمتحركين أستاذ راشد بشكل أنا مختصر فيها بإدارة التوقيت المكان أيضا المهم بشكل عام للمتحركين من الإخوان والهم تقريبا حوالي 12 متحدث تقريبا 15 متحدث احنا مسطحات عمالية ستابس الانتبوشن والبقية طبعا من السعودية عندنا كمان مدعوة السعودية في العالم الدول الكويت تقريبا 7 حرفية هنا من العراق عندنا شمسة وهي من قطر ومشاركين عندنا ايضا في عندنا مشاهدينا الكرام هكذا كانت القطرة الأولى من فرد سيدي شتى الحافلة المفتوحة والنهاردة رجع العقلية التفاعليات وتوفيقها سواء عن طريق قطرية مع الزملاء وأيضا بعد ساعة تجول إلى الأخبار في سيدي شتى الحافلة وأيضا اقتربنا من ملتقى المتدربين مع المتدربين مع العرب الثالث ونادي الحافلات من خلال ضيفنا الأستاذ راشد بن حمدان إلى هنا أنتقل الصوت والصورة لزملاء الاستديو شكرا لك زميل عبد الله بن عبد العزيز.